السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بخير جميعا. أرى الصوت عندكم. في هذا اللقاء إن شاء الله سوف نبدأ اللقاء بذكر الأدلة المختلف فيها، ولن نأخذ إلا دليلا واحدا فقط. سبقا عرفنا أن الأدلة المختلف فيها كثيرة، منها سد الذرائع، ومنها العرف، ومنها الاستصلاح، ومنها عمل أهل المدينة. وسوف نأخذ فقط، ومنها كذلك الاستصحاب عند بعض أهل العلم والاستحسان، أبرزها وأشهرها الاستصحاب والاستحسان وعمل أهل المدينة وسد الذرائع والعرف والمصلحة المرسلة. هذه أبرزها. سوف نأخذ المصلحة المرسلة إن شاء الله ونكتفي بها. المقصود بالمصلحة هي المنفعة، المصلحة هي المنفعة. وإذا قيل المصلحة المرسلة أو الاستصلاح يقصدون به هي المصلحة التي لم يأتي دليل خاص من الشرع باعتبارها أو بإلغائها، أي برفضها. وإذا عرفنا أقسام المصلحة يتضح هذا التعريف. فالمصلحة إما أن تكون مصلحة معتبرة، وإما أن تكون مصلحة مرسلة، وإما أن تكون مصلحة مردودة أو ملغاة. هذه أقسام المصلحة: إما أن تكون مصلحة معتبرة، وإما أن تكون مصلحة مرسلة، وإما أن تكون مصلحة ملغاة. ما المقصود بالمصلحة المعتبرة؟ المصلحة المعتبرة هي المصلحة التي دل الدليل المعين على اعتبارها. مثالها مثل مصلحة حفظ العقل، التي تضمنها تحريم الخمر، فيقاس على الخمر كل ما يؤذي بالعقل. هذه المصلحة، مصلحة حفظ العقل، مصلحة حفظ العقل هذه مصلحة معتبرة. مصلحة حفظ العقل مصلحة معتبرة، وهذه المصلحة جاءت في التشريع بتحريم الخمر. كذلك نستطيع أن نقيس على تحريم الخمر كل ما يذهب العقل. لذلك قالوا أن المصلحة المعتبرة هي المصلحة التي دل الدليل المعين على اعتبارها بعينها في أصل معين يمكن أن يقاس عليها، في أصل معين يمكن أن يقاس عليه. هذه المصلحة المعتبرة. القسم الثاني المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يقم دليل معين على اعتبارها ولا على إلغائها، لكن جنس هذه المصلحة معتبر في الشريعة، لكن جنسها معتبر في الشريعة. وكلمة جنسها سوف تتضح إذا ضربنا الأمثلة، إذا ضربنا الأمثلة سوف يتضح معنى جنسها معتبر. إيش معنى كلمة جنسها معتبر؟
هذا هو الإشكال من الموقع. شوف الموقع اليوم موقع العمل فيه إشكالات. طيب أنا الصوت واضح عندكم صحيح؟ طيب وصلنا، سألناكم قبل شوي، هل هناك دليل في السنة أو في الكتاب يقول يا صحابة اجمع القرآن كله في كتاب واحد في مصحف واحد؟ ما هو الجواب؟ لا، نعم الجواب لا صحيح، ليس هناك دليل، لكن حفظ الدين، حفظ القرآن، حفظ الشريعة، هذا هناك أدلة كثيرة عليه، هذا المقصود بجنسها. يعني حينما جمع عثمان رضي الله عنه القرآن في مصحف واحد وأبطل سائر المصاحف وجعل القرآن في مصحف واحد، هذا العمل الذي قام به عثمان رضي الله عنه مصلحة مرسلة، جنس هذه المصلحة جاءت به الشريعة، يعني جاءت الشريعة بحفظ الدين، لكن لم يأتي دليل خاص يقول اجمع القرآن في مصحف واحد. هذه هي المصلحة، هذه هي المصلحة المرسلة. نعطيكم مثال آخر، الآن هل هناك دليل يقول بوجوب توثيق عقد النكاح في المحاكم وعند مأذوني الأنكحة؟ هل هناك دليل على وجوب إصدار كرت العائلة؟ ليس هناك دليل. لكن الآن جاءت التشريعات والتنظيمات لوجوب هذا حفظا لأموال الناس، حفظا لأعراض الناس، أموال الناس فيما يتعلق بإثبات أن هذه زوجة أنها سوف ترث مستقبلا، حفظا لأعراض الناس. فهذا أصل عام في الشريعة، وهذا التنظيم جاء موافقا على هذا الأصل. كذلك الالتزام بإشارات المرور، ليس هناك دليل يقول يحرم عليك أنك تتجاوز الإشارة وهي حمراء، ليس هناك دليل، لكن جاءت الشريعة بحفظ الأرواح، حفظ الأموال، حفظ الممتلكات، حفظ الأنفس، هذا دليل عام. فجاءت الشريعة بجنس هذا الأمر، بجنس هذا التشريع، بجنس هذا الحكم. هذا هو المقصود بالمصلحة، هذا هو المقصود بالمصلحة المرسلة. القسم الثالث والأخير، قبل أن نبدأ في القسم الثالث والأخير، ما حكم العمل بالمصلحة المرسلة؟ هذا السؤال مهم. حكم العمل بالمصلحة المرسلة، جمهور الفقهاء، جمهور العلماء يستدلون بالمصلحة المرسلة في إثبات الأحكام، ويدل على هذا العمل، عمل الجمهور يستدلون عن العمل بالمصلحة المرسلة بعمل الصحابة رضي الله عنهم. فالدليل على مشروعية العمل بالمصلحة المرسلة هو عمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث عمل الصحابة بالمصلحة المرسلة في وقائع كثيرة، من ضمنها ما ذكرنا جمع القرآن، جمع القرآن في مصحف واحد. القسم الثالث والأخير هو المصلحة الملغاة، المصلحة الملغاة أو المردودة أو الباطلة. هذه المصلحة في حقيقتها ليست مصلحة، لكنها ذكرت من أجل التقسيم، هي مصلحة متوهمة، هي مصلحة متوهمة ذكرت من حيث التقسيم، وهي كل منفعة دل الشرع على عدم الاعتداد بها وعدم الأخذ بها وإلغائها.
كل منفعة دل الشرع على عدم الأخذ بها وعدم الاعتداد بها. مثل المصلحة الموجودة في أكل الربا، هي مصلحة عند أكل الربا، لكنها معارضة للأدلة الشرعية، لكنها معارضة للأدلة الشرعية. مثل الآن هناك دعوات موجودة في الغرب للتسوية بين الرجل والمرأة في الميراث لأجل الترغيب في الإسلام. هذه دعوة موجودة، يقولون نشيع بالتسوية أو نبيع أن المرأة سوف ترث مثل الرجل حتى نرغب غير المسلمين في الإسلام. هذه مصلحة موجودة لكنها مصلحة ملغية ومردودة، لأنها مصلحة تعارض النصوص الشرعية، لهذا نكون قد انتهينا من الأدلة على شكل العموم، سواء أدلة متفق عليها أو أدلة مختلف فيها، وأخذنا منها دليل واحد وهو المصلحة المرسلة. إذا كان في سؤال قبل أن ننتقل إلى الدلالات. أكيد معك، تكلمنا عنها قبل قليل. وش حق العمل فيها؟ وش اللي وش حق العمل فيها؟ حكمها ايش؟ وش اللي حكمها ايش؟ السؤال لسه واضح. الدليل حق مصلحة الاثنين في الأصل، لا، شروط المصلحة المرسلة ليست معكم، الشروط ليست معكم، أظن نفس الفكرة عشان الحفظ. لا، ننتقل بعد ذلك إلى دلالات الألفاظ، الأحكام الشرعية، المصلحة، معنى أنا أو بس رأي جمهور الفقهاء.
هذا الركن يعد ركنا جديدا من أركان علم الأصول، وهو دلالات الألفاظ، يعد الركن الثالث من أركان علم الأصول، وهذا يشمل مباحث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمفهوم والمنقول. نبدأ بالأمر والنهي. الأمر يقصدون به اصطلاحا هو طلب الفعل والقول ممن هو أعلى، طلب الفعل بالقول ممن هو أعلى، هذا هو الأمر. وهذا التعريف يفيد أن الأمر لا بد فيه من طلب الفعل، لأنه لو كان طلب ترك، لو كان طلب ترك فإنه لا يسمى أمرا وإنما يسمى نهيا، ويسمى نهيا. وكذلك أن يكون الأمر بالقول، أن يكون الأمر بالقول، والطلب بالإشارة والطلب بالكتابة ليس بأمر حقيقي، إنما هو أمر مجازي، أمر مجازي. وأن يكون الطلب كذلك ممن هو أعلى، وأن يكون الطلب كذلك ممن هو أعلى، لأنه لو كان من مساوي يسمى عند العلماء التماسا، يسمى التماسا. ولو كان من شخص أدنى لشخص أعلى، ولو كان من أدنى لأعلى يسمى دعاء، يسمى دعاء. سوف نأخذ مجموعة من المسائل المتعلقة بالأمر. المسألة الأولى دلالة الأمر المطلق المجرد على القرائن، ماذا يفيد؟ هذه مسألة الأمر المطلق. الأمر المطلق إما أن تأتي معه قرينة، إما أن تأتي معه قرينة فيحمل على ما تفيده هذه القرينة بإجماع أهل العلم، بإجماع العلماء. الأمر إذا جاءت معه قرينة فإنه يحمل على ما تفيده هذه القرينة بإجماع العلماء، فإن كانت تفيد القرينة الوجوب فإنه يحمل على الوجوب، إذا كانت تفيد الاستحباب فإنه يحمل على الاستحباب. لكن الأمر إذا جاء مطلقا مجردا عن القراء ما معه أي قرينة فإن الصحيح وهو مذهب الجمهور أنه يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب. دل على ذلك قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجه الدلالة أن الله توعد من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعذاب والفتنة، ولا يكون هذا إلا بترك واجب، فدل على أن امتثال الأمر واجب، فدل على أن امتثال الأمر واجب. إذا علم هذا فإننا لا ننتقل من صيغة الوجوب إلى الاستحباب إلا بدليل، لا ننتقل من حكم الوجوب الاستحباب إلى الاستحباب إلا بدليل. ونضرب لذلك مثال قوله جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر، وأشهدوا إذا تبايعتم هذا أمر، هل يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب؟ القاعدة أن الأمر المطلق المجرد على القرائن يفيد الوجوب،
وهذه الآية تقول: وأشهدوا إذا تبايعتم. هل نحمل على الوجوب أو نحمل على الاستحباب؟ من حيث الأصل يحمل على الوجوب، هذه القاعدة. من حيث الأصل يحمل على الوجوب، لكن لما بحثنا وجدنا أن هذه الآية حملت على الاستحباب. لما بحثنا وجدنا أن هذه الآية حملت على الاستحباب. كيف حملت على الاستحباب؟ هل في إجابة ثانية؟ كيف حملت هذه الآية على الاستحباب؟ هذا الأمر كيف حمل على الاستحباب ولم يحمل على الوجوب؟ وأشهدوا إذا تبايعتم. أشواك يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبايع مبايعات كثيرة ولم يشهد. صحيح، هذا هو الجواب الصحيح. القرينة التي صرفت الأمر في الآية من الوجوب إلى الاستحباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبايع ولا يشهد في كثير من المبايعات. فالقرينة التي صرفت الأمر النبي في الآية من الوجوب إلى الاستحباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تبايع بيعات كثيرة ولم يشهد، فدل ذلك على أن الأمر هنا في الآية ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. فالقاعدة أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يحمل على الوجوب، لكن إذا جاءت القرينة فإنه يحمل على ما تدل عليه القرينة. إذا جاءت القرينة فإنه يحمل على ما تدل عليه القرينة. كيف قرينة؟ قرينة أي دليل آخر يفسر الأمر الذي في الدليل الذي هو مجرد. الآن وأشهد إذا تبايعتم دليل مجرد، إذا حملناه على أصله أنه الوجوب، الأمر فيه أنه يحمل على الوجوب، هذا الأصل. لكن لما بحثنا في السنة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبايع ولم يشهد، فدل على أن الأمر هنا يصرف في الآية، يصرف يحول من الوجوب إلى الاستحباب. والوجوب من الاستحباب. المسألة الثانية: دلالة الأمر على الفور أو التراخي. دلالة الأمر على الفور أو التراخي. هل الأمر إذا جاء أمر هل يدل على الفور أو يدل على التراخي أنه يفعل في أي وقت؟ نقول أن العلماء اتفقوا إذا جاءت قرينة فإنه يحمل على هذه القرينة، هذا باتفاق. إذا جاء معه
نص يفسر أن المراد بالأمر هو الآن الفور، فإنه يحمل على هذه القرينة. وكذلك إذا جاءت قرينة تدل على أنه لا يلزم الفور، بل يمكن للإنسان أن يأتي بهذا الأمر في أي وقت غير الفور، فإنه يحمل على ما دل عليه الدليل الآخر. لكنهم اختلفوا في الأمر المطلق المجرد اللي ما معه قرينة، ما معه دليل آخر يفسره ويوضحه، على ماذا يحمل؟ هل يحمل على الفور أو لا؟ اختلفوا. والمقصود بالفور أي أن الإنسان يبادر إلى امتثال هذا الأمر في أقرب وقت يمكنه أن يمتثل فيه، أي أن الإنسان يبادر إلى الفعل في أول وقت يمكنه أن يفعل فيه هذا الفعل. هذا المقصود بالفور. والمقصود بالتراخي جواز التراخي عن أول وقت الفعل. نقول ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر في الشرع يحمل على الفور. ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر في الشرع يحمل، الأمر المجرد عن قرائن طبعا، يحمل على الفور. واستدلوا بالأدلة التي تدل على فضيلة المسارعة. واستدلوا بالأدلة التي تدل على فضيلة المسارعة، مثل قول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قالوا أن الله تعالى أمر بالمسارعة إلى المغفرة، والمقصود أسباب المغفرة، وامتثال أمر الله جل وعلا من أسباب المغفرة، من أسبابه، من أسباب المغفرة المسارعة. والمسارعة تعني الفعل في أول وقت الإمكان، والمسارعة تعني الفعل في أول وقت الإمكان. هذا من أدلة الجمهور الذين يقولون أن الأمر المجرد عن القرائن يحمل على الفور. وبالأمثلة الفقهية يتضح هذا الأمر، بالأمثلة الفقهية يتضح هذا الأمر. الآن مثلا الحج، الإنسان إذا توفرت عنده الشروط، رجلا كان أو امرأة، إذا توفرت عنده الشروط رجلا كان أو امرأة، هل يجب عليه أن يحج هذه السنة أو يجوز له أن يؤخر على هذه السنة عن هذه السنة؟ هذه من الأمثلة. الآن المرأة مثلا أو الرجل إذا توفرت في حقه الشروط كاملة، هل يجوز له أن يؤخر عن هذه السنة إلى سنة أخرى أو لا؟ هذه المسألة الفقهية مبنية على الخلاف بين العلماء. هنا الجمهور يقول لا، لو أخر يأثم. الجمهور يقولون من توفرت في حقه الشروط إذا أخر الحج فإنه يأثم، لأن الأمر المجرد عن قرائن يحمل على الفور. وهذا الإنسان مأمور بالحج وتوفرت في حقه الشروط فيجب أن يسارع الحج. هذا الحج مثال. مثال ثاني إخراج الزكاة. إخراج الزكاة، الإنسان إذا توفرت في حقه شروط إخراج الزكاة، هل له أن يؤخرها إلى سنة أخرى لأجل أن يأتي مثلا شخص يدفع له الزكاة، وحتى تكون أنفع للفقراء إذا كانت أكثر من سنة؟ كذلك لا، الجمهور يقول يجب إخراج الزكاة على الفور، يجب إخراج الزكاة على الفور.
هذه ثمرة الخلاف، هاتان ثمرتان من ثمار الخلاف في هذه المسألة. والجمهور في كلتا الصورتين وكلتا المسألتين يقولون يجب المسارعة ويجب فعل عبادتين على الفور، لأن الأمر المجرد على القرائن يفيد الفور. المسألة الأخيرة من مسائل الأمر، دلالة الأمر على التكرار. دلالة الأمر على التكرار، إذا أمر الله بشيء أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء، هل يجب أن يكرر أكثر من مرة؟ هل يجب أن يفعل ويكرر أكثر من مرة؟ أو يكفي مرة واحدة؟ أو يكفي مرة واحدة؟ اختلف العلماء في الأمر المطلق. في الأمر المطلق لا شك أنه إذا جاء ما يفيد أنه يفيد التكرار، أو لا يفيد التكرار أنه يحمل عليه، هذه القاعدة. إذا دل دليل على أنه يحمل على التكرار أو يحمل على عدم التكرار، فإنه يحمل على ما دل عليه الدليل أو القرينة، هذا بإجماع العلماء. لكن الخلاف، فإذا جاء أمرا مطلقا ليس معه دليل يفيد هذا أو هذا، الجمهور يقولون أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار. الأمر المطلق لا يفيد التكرار، واستدل الجمهور على أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار بأن صيغة الأمر هي افعل وما يأتي نحوها، وهذه الصيغة لم يأتي فيها تعرض للعدد. هذه الصيغة افعل وما درى مجراها وما كان نحوها لم يأتي فيها ما يفيد التعرض للعدد، مرة مرتين ثلاث أربع إلى قيام الساعة، لم يأتي فيها ما يفيد العدد، لذلك الأمر المطلق لا يفيد التكرار. كذلك استدلوا بالقياس، يقيسون الأمر المطلق على اليمين، يقول لو حلف أن يصوم بر هذه اليمين بصوم يوم واحد فقط، ولو نذر بر بفعل واحد فقط، مما يدل على أن الأمر المطلق كذلك لا يفيد التكرار. من المسائل الفقهية المبنية على الأمر المطلق هل يفيد التكرار أو لا، لو قال لوكيله، هذا شخص وكل شخصا وقال له طلق فلانة وسماها باسمها من زوجاته، هل هذا الوكيل يستطيع أن يطلق مثلا نورة طلاقا بائنا ثلاث طلقات، أو لا يستطيع إلا طلقة واحدة؟ ما رأيكم؟ هذه المسألة مبنية على الأمر المطلق هل يفيد التكرار أو لا؟ نقول نفس اللي درسنا، على مذهب الجمهور يملك طلقة واحدة فقط، على مذهب الجمهور يملك طلقة واحدة فقط، وعلى المذهب الثاني يفيد التكرار. لكن لو قال طلق فلانة ثلاثا أو طلاقا بائنا، هنا خلاص
يصبح الوكيل يملك الطلاق الثلاث، طلاق البائن. لكن السؤال هو لو قال طلق نورة وخصها نورة من زوجات فلانة، هنا على مذهب الجمهور لا يملك إلا طلقة واحدة. لهذا نكون قد وقفنا على مسائل متعلقة بالنهي، ونبدأ بها اللقاء القادم، لأنه ما بقي إلا 5 دقائق الآن. وإن شاء الله من الأسبوع القادم إن شاء الله سوف يكون عندنا لقاء إضافي، لأن الوقت ضاق ولابد من أن نعقد 12 لقاء، لابد أن يكون عندنا 12 لقاء. فمن الأسبوع القادم إن شاء الله سوف نضع لقاء إضافي، تقريبا سوف يكون يوم الثلاثاء إن شاء الله. سوف نخبركم في المحاضرة، نخبركم في المنتدى إن شاء الله بموعده بإذن الله جل وعلا. طبعا اللقاء الأخير اللي هو رقم 12 هذا سوف يكون مراجعة، ومراجعة بطريقة الأسئلة حتى يعني حتى تتعلموا وتتدربوا على طريقة الاختبار النهائي إن شاء الله تعالى. ما بقي من وقت إذا كان هناك أسئلة استفسارات تفضلوا. الأمر المعلق على شرط ليس معكم. المصلحة المرسلة هي مصلحة جاء الشرع بمثيل لها لكنه لم يدل عليها بعينها بدليل، لا باعتبار ولا بإلغاء، هذه هي المصلحة المرسلة. يلا إذا في أسئلة قبل أن ينتهي الوقت. ما هو الأمر المطلق؟ الأمر المطلق هو أمر جاء في الشرع ولم يأتي دليل يبين هل هذا الأمر يفيد كذا أو يفيد كذا. هذا الأمر ما الذي يفيده؟ وهل يدل على الفور؟ وهل يدل على التكرار؟ هذه المسائل التي مرت معنا. الأمر المطلق هو أمر لم يأتي دليل يفسره البيان المراد به، هل المراد به الوجوب؟ هل المراد به الاستحباب؟ هل المراد به التكرار؟ هل المراد به عدم التكرار؟ هل المراد به الفور؟ إلى آخره.
طيب أنا أكتفي بهذا ونلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم. طيب نطلب من الجميع الآن فضلا ليس أمرا الخروج من الخروج من الغرفة بناء على تعليمات وتعميمات العمادة، لأنهم أكدوا على هذا. فنطلب منكم المغادرة جميعا الآن. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.